CYC is a free channel, presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even $1 will make a difference. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس في الاصحاح الثاني عدد 10. الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح اللي هو الكنيسة، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. نشكر الله الذي أعطانا أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة، نشكره على كل العمل الذي يعمله معنا وفي كنيستنا المقدسة، وأنتهز هذه الفرصة لكيما أشكر إخوتي الأحباء الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات في الكنيسة في كل كنيسة لأعمالهم ولتعبهم ولخدمتهم المثمرة وأتعابهم الكثيرة. ودايما نبقى عارفين كده إن التعب اللي مش باين هو أضعاف 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 التعب اللي باين مع كل خدام الكنيسة بصورة عامة. ونشكر الله أن يعطينا وأن يفرح قلوبنا بأعمال كثيرة وبأنشطة كثيرة، ولكن كل هذه الأعمال وكل هذا لا يتم إلا كما قلت في الخارج قبل الدخول للاجتماع، لا يتم إلا بنعمة الله ويمينه القوية وذراعه الرفيعة، ولا يتم أيضا إلا بالمحبة المتبادلة بين الجميع كل في رتبته أو في مكانه، وأيضا لا يتم إلا بالمجهود الشخصي الذي يبذله كل إنسان بلا كسل أو بلا تهاون. معانا النهاردة مجموعة من الضيوف من النمسا وكوريا وكوينزلاند باستراليا وتلاهاسي بفلوريدا ومن تورونتو في كندا، أهلا بيهم. بنشكر الكشافة واحتفالهم الرقيق والجميل، نشكر نيافة أنبا موسى ونيافة أنبا رفائيل في أسقفية الشباب على ترتيب هذا الاحتفال من خلال فرق الكشافة اللي موجودة في عدد كبير من كنايسنا وإبرشياتنا. كلمتكم في الأسابيع الماضية عن مهابة الكنيسة وكرامتها، أريد أن أتحدث في هذا اليوم عن الارتباط بالكنيسة. ما معنى الارتباط بالكنيسة؟ فكرة الكنيسة بتبان بوضوح في اعتراف القديس بطرس الرسول لما اجتمع بيهم ربنا يسوع المسيح في قيصرية فيلبس وسألهم، والنص ده قريته وياكم الأسبوع الماضي في إنجيل معلمنا متى إصحاح 16، وإنتوا بتقولوا عليا إيه؟ بيسأل الرسل والتلاميذ، فأجابوا إجابة واضحة في فم القديس بطرس الرسول وقال كده: أنت هو المسيح ابن الله الحي. كانت النتيجة أن المسيح قال له ورد عليه رد جميل، لكن أهم ما في هذا الرد أنه على هذه الصخرة أبني كنيستي. وكانت هي المرة الوحيدة التي تأتي فيها كلمة كنيسة بصيغة الملكية، كنيستي. وظهرت الكنيسة بمفهوم جديد على اعتبار أنها جسد المسيح أو عروس المسيح. وزي ما ذكرت وشرحت في المرات السابقة أن الكنيسة ليست مجرد مجتمع، كوميونيتي. الكنيسة هي شركة القديسين مع المسيح. يعني بنيجي الكنيسة عشان نشترك ويا المسيح ويا القديسين اللي سبقونا ويا الملائكة ويا المسيح. والكنيسة ليست مجرد مبنى. نسمع في القرون الأولى في أوقات الاضطهاد وأوقات الاستشهاد وقبل أن تبنى كنائس كانوا يصلون في المقابر والمغاير وشقوق الأرض، وكانوا يصلون في المزارع، المزرعة يعني غيط في أرض خضراء بيزرعوا فيه حاجة، يقفوا يصلوا ويعملوا قداس. فالكنيسة ليست مجرد مبنى، الكنيسة هي أعضاء جسد المسيح. إحنا كلنا بنمثل الكنيسة. والكنيسة أيضا ليست مجرد مؤسسة عادية أرضية. الكنيسة تعني الحياة في المسيح. هي دي مفهوم كنيسة. وعلى هذا الأساس الكنيسة لا حدود لعملها، لا في الزمان ولا في المكان ولا في الكيان، كيان الإنسان. يعني الكنيسة مش محصورة بالجدران بتاعتها، ده دور الكنيسة أبعد من كده. ولا محصورة بالزمن اللي هي فيه النهاردة، ده فعلها يمتد ويمتد. ده ممكن الطفل الصغير اللي في مدارس الأحد اللي يمكن بيتشاقى شوية، ممكن جدا هذا الطفل يصير ذو تأثير في المجتمع، ليس على مستوى المدينة ولا مستوى بلد ولا محافظة، يمكن مستوى أكبر. أنا فاكر مرة دولة ما بنلاش فيها كنيسة، ما كانش لنا فيها كنيسة قبطية. فلما رحت فيها ده زمان من 10-12 سنة، ففوجئت إن الأطفال بتوع الأسر القبطية حافظين ترانيم وألحان وحلوين قوي. فسألت: ده أنتوا ما عندكمش كاهن وما عندكمش مبنى وأنتوا أسر متفرقة؟ قالوا: البركة في الأخت فلانة. الأخت فلانة دي بنت عمرها 21 سنة، واخدة دبلوم تجارة من إحدى قرى الصعيد، قرية فيها كنيسة. تعلمت وكانت تقول لي: إحنا بيتنا جنب الكنيسة، فأنا طول النهار في الكنيسة. فلما ربنا شاء إنها تتزوج وتروح بلد ما فيهاش كنيسة، صارت هي الكنيسة، وصارت هي الخادمة، وصارت هي المعلمة، وهكذا. فالكنيسة ليست مجرد مؤسسة ولا حدود لعملها. الكنيسة تمتد في المكان وفي الزمان وفي كيان الإنسان. عشان كده بنقول على الكنيسة وحدة تتميز بالوحدة بالاتحاد، بنسميه الشركة في الكنيسة. والكنيسة أيضا واحدة يعني غير منقسمة. كنيسة المسيح كنيسة واحدة والمسيح يوحدها. والكنيسة أيضا وحيدة يعني ما فيش زيها. يمكن أن نجد كل شيء خارج الكنيسة، كل حاجة ممكن تلاقيها بره، ولكن الكنيسة تقدم الخلاص بدم المسيح وصليبه. عشان كده بنقول هي عروس ما فيش زيها. فالكنيسة نقول عنها وحدة واحدة وحيدة، زي ما بنعبر كده في قانون الإيمان ونقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. الذي يعمل في الكنيسة هو روح الله القدوس. روح الله القدوس. المسيح حجر الزاوية، والكنيسة زي ما شرحت في التعريف اللي قلتها هي التي تمدنا بنعم الأسرار بعمل الروح القدس. سر المعمودية يعمل فيه روح الله، سر الكهنوت، سر الزيجة، كل الأسرار الكنسية السبعة. وعشان كده لما بنيجي نصلي قداس كلنا ويا بعض يقف الأب الكاهن أو الأب الأسقف ويقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. أرجوكم تاخدوا بالكم من كلمة خدام، ما بيقولش خدام مدارس الأحد يعني، ولا خدام اجتماعات الشباب، ولا اجتماع السيدات. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. كل من يوجد في الكنيسة في هذا الوقت، الكل بدءا من أبونا الأسقف، الأب الكاهن، سواء واحد أو أكتر، الشمامسة، الخدام، الشعب، عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. ويبتدي يفسرهم بحسب وضعيتهم، وفي الآخر وضعفي. كل دول خدام هذا اليوم. ولذلك من التقاليد المستقرة في كنيستنا إن ما يقدرش كاهن ولا أسقف يعمل قداس لوحده، مش ممكن، على الأقل ثلاثة: من يمثل الخدام الشمامسة، من يمثل الشعب، والأسقف أو الكاهن اللي بيصلي القداس. لازم هذه الشركة. فالمسيح هو جسد رأس الكنيسة، والكنيسة جسد المسيح. واللي يحب يقرأ على المفهومين دول بعمق يقرأ رسالتين ورا بعض كده، رسالة أفسس ورسالة كولوسي، الاثنين كتبهم بولس الرسول، والاثنين بيشرحوا المفهومين دول بوضوح شديد. أفسس تقول لنا المسيح الكنيسة جسد المسيح، ويشرح بتفاصيل جميلة. وفي كولوسي يشرح المسيح رأس الكنيسة، ودي مفاهيم الكنيسة. طب يعني ايه ارتباط بالكنيسة؟ يعني واحد مرتبط بالكنيسة. عايز اشرح لكم هذا الارتباط علشان كل واحد فينا يقدر يقيم معنى ارتباطه بالكنيسة. مش مجرد ان انا باجي وامشي، مش مجرد بحضر اجتماع او جزء من اجتماع او قداس او جزء من اجتماع من قداس، يبقى هو ده ارتباط. وكل ما الانسان يعرف ارتباطه الحقيقي بالكنيسة كل ما يعرف تماما المهابة والكرامة التي تعطى للكنيسة. الارتباط بالكنيسة هو شكل الصليب، زي الصليب كده بأربع أطراف. يوجد ارتباط فكري بالفكر بالذهن بالعقل، ويوجد ارتباط روحي، ويوجد ارتباط اجتماعي، وكل ده على أساس الارتباط الليتورجي، الارتباط الأساسي. تعالوا أشرح لكم الكلام ده باختصار شديد. أولاً الارتباط الفكري. الارتباط الفكري يعتمد على حاجتين. يعتمد أولاً على الكتاب المقدس، العهد القديم والجديد، ويعتمد أيضاً على تعاليم الآباء. طبعاً دي عناوين عريضة فيها تفاصيل كتير، لكن الاعتماد الأساسي في الارتباط فكري مرتبط بالكنيسة، بمعنى أنه مرتبط بالكلمة المقدسة، بالإنجيل، بأسفار العهد القديم، بمزامير، بالأجبية اللي بنصليها، ومرتبط بتعاليم الآباء اللي بيقدمها لي المعلم. المعلم الأب الأسقف أو الأب الكاهن اللي بيقف يعلمني بحسب تعاليم الآباء، بحسب ما تسلمت الكنيسة. ما يقدرش واحد يعلم من دماغه كده، أو واحد يعني متأسف في التعبير يخترع، أو أي حاجة يسمعها في أي مكان يقولها، ما يبقاش تعليم. يجب أن يكون التعليم مطعما من الكتاب المقدس ومن أقوال الآباء وسيره. هو ده الارتباط الفكري، يبقى عقلي وأفكاري كلها زي ما بيقول الكتاب مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. هو ده معناه أنك مرتبط بالكنيسة. اوعى تفتكر الارتباط انك تيجي تقعد شويه وتمشي، لا طبعا. ارتباط انك تتعلم وتعرف وتفهم ثم تعيش. وعقلك يبقى يوم ورا يوم وسنه ورا سنه وعمر ورا عمر يمتلئ وينمو في معرفه ربنا يسوع المسيح. ده الارتباط الفكري. الارتباط الليتورجي أو الأساسي، أو ممكن نسموه الارتباط الحياتي اللي هو قاعدة الصليب، ده بنسميه الارتباط بنعم الحياة، ونعم الحياة هي الأسرار، وخاصة سر المعمودية وسر الإفخارستيا. نتعمد ونتولد من جديد، ونتولد الولادة الثانية بطقس المعمودية الرائع اللي بنعيشه، وده اللي بنبتدي بيه حياتنا في الكنيسة. وزي ما في مرة سابقة ذكرت أمامكم إن يوم المعمودية هو أول يوم. أولاً هو يوم فريد، لأني بأخذ فيه الطفل ينال ثلاثة أسرار: المعمودية والميرون والإفخارستيا. لكن مهم إن ده أول تناول له، يسمع فيه عبارات الاعتراف الأخير في القداس، لما الأب الكاهن يقول: يعطى عنا خلاصاً وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ويصير هذا اليوم هو الانطلاق إلى الأبدية. ده أول يوم، أول مرة هيسمع كلمة حياة أبدية، أول مرة يعرف الحكاية ده. هي هذه محطة القيام لطريق طويل، الله يعطي العمر الطويل لهذا الإنسان إلى أن يصل إلى السماء. ده بنسميه الارتباط الحياتي. ولذلك عندما يعطي الأب الكاهن لابنه في الاعتراف تدريب أو يحرمه من التناول فترة قليلة. ليست عقوبة بقدر ما هي علاج لضعف. زي بالظبط واحد عنده سمنة وبستي، يقوم الطبيب يقول له لازم تنزل كل أسبوع مثلا 2 كيلو. هو مش بيعاقبه، هو بيعالجه. يقول في حمل شديد على قلبك، يبقى لازم الوزن ينزل، فلازم ما تاكلش كذا وكذا وكذا وكذا. هو مش بيحرمه، هو بيعالجه. المعمودية. ثم يأتي، إذا كانت المعمودية هي ميلاد الحياة الجديدة، فتأتي الإفخارستية هي غذاء الحياة الجديدة، الغذاء. ويبدأ الإنسان بقى، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، وتمتد حياة الإنسان، ويبقى مرتبط بالكنيسة، مرتبط بالغذاء، مرتبط بالجسد والدم الأقدسين، وهو يتقدم للتناول فيهم في القداس لشخصه. وبعد ما يتناول كده تقابله وتقول له أنستك النعمة، وهكذا. هذا هو الارتباط الحياتي أو الليتروجي بالكنيسة. الصورة دي الشكل الثاني أو الضلع الثاني من الارتباط بالكنيسة. الضلع الثالث بقى الارتباط الروحي. الارتباط الروحي بيعتمد أيضا على شيئين. يعتمد على التلمذة لأب الاعتراف، ويعتمد على الصلاة وروح التوبة. يعني إيه الكلام ده؟ أنت مرتبط بالكنيسة؟ تقول لي آه مرتبط. ليك ارتباط روحي بالكنيسة؟ أيوة ليه ارتباط روحي. إيه علامته؟ علامته الحاجتين دول، أنك إنسان تتتلمذ على أب اعتراف. ليك أب اعتراف، ليك شخص رفيق في الحياة الروحية، ما أنتش ماشي كده تتوه. والحاجة الثانية أنك مرتبط بالصلوات الكنسية على اختلاف شكلها وأنواعها، بس مش مرتبط بالصلاة كواحد بيأدي. ده ممكن أجيب ريكوردر وأسجل عليه وأسمع الحاجة ولا أسمعها على النت خلاص. لا، مرتبط بالصلوات التي تدفعك إلى روح التوبة، اللي بتخليك دايماً حريص على نقاوة قلبك، دائما في كل وقت انت عايز قلبك يبقى نقي، وعايز حياتك كلها تبقى نقية، وعايز ارتباطك بربنا وبالكنيسة ممتلئ نقاوة، وبتصلي فيها كل يوم. ده انت كل يوم تقول قلبا نقيا اخلق فيها الله، وناخد صلوات داود النبي في توبته ونقولها هي دي صلواتنا في كل وقت. الصلوات التي تدفعك إلى التوبة، التي تدفع حياتك لكيما تنقي كيانك. هو ده الارتباط الروحي. الارتباط إن أنا طب أحضر اجتماعات وما بصليش، يبقى ارتباط إيه بقى؟ طيب بحضر اجتماعات وماليش أب اعتراف، يبقى إيه ده؟ يبقى يعني الكنيسة بقى خلاص ما عدلهاش مهابة في عينيك، ما عدلهاش كرامة في عينيك. تلمذتك لأب اعترافك التلمذة الروحية وليست التلمذة الشخصية. التلمذة الروحية أن أب الاعتراف هو إنسان اختبر الحياة قبلي، يمكن أن يرشدني وأن يرافق طريق حياتي الحياة الروحية. هو ده أب الاعتراف. وأب الاعتراف الحديث معه حديث روحي صرف، مش حكايات، مش أخبار، مش نوع من الجدل. ولذلك في الاعتراف الأب الاعتراف يمسك الصليب في يده، ويبقى هو بين المعترف وبين أب الاعتراف، ويبقى هو ده الرابط أو ده البريدج الجسري اللي بيربط ما بين الاتنين. وأب الاعتراف يسمع ما تقوله ويصلي، ثم يرشدك بحسب ما تحتمل قامتك الروحية، وينمو معك قليلا قليلا، ومن سنة لسنة بتكبر في الحياة الروحية. ده اسمه الارتباط الروحي. يبقى أول حاجة الارتباط الفكري، والارتباط الليتورجي، ثم الارتباط الروحي، ثم يأتي الضلع الرابع والأخير وهو الارتباط الاجتماعي. كنيسة على الأرض، والكنيسة بنقول أحيان كده التعبير شعب الكنيسة أو رعية الكنيسة. كتير لما قابل أبونا أقول له أنت في خدمتك عندك كم أسرة؟ واحد يقول لي الرقم بالتحديد، مثلا يقول إحنا عندنا 137 أسرة. ده واحد واعي بخدمته. وفي واحد يعني يقول لك كده ما بين 100 و200 أسرة. ده مش مظبوط. مش عارف. أتذكر كنيسة من الكنايس كنت أزورها. الكنيسة دي بتتميز إن أهلها، هي كنيسة في بلد صغيرة، إن أهلها بيخلفوا كتير. فالأسر هناك عندهم 7 و8 و9، ربنا يخليهم يعني جميعا. وأنا بوزع البركة يقف الأب الكاهن حافظ أسماء كل أفراد الأسرة، كل أفراد الشعب، حتى الطفل اللي لسه ما اتعمتش حافظ اسمه، لأنه هو في ارتباط وياهم، هم مرتبطين وياه. وحتى لما بيجوا يسموا الأطفال بياخدوا رأيه، عايش وياه. الارتباط الاجتماعي يعني العضوية الكنسية والخدمة الكنسية. أنت عضو في الكنيسة ولك مسؤولية. عضو. لما يقولوا مثلا حاجة زي الأمم المتحدة كل الدول فيها أعضاء. طب وأعضاء يعني إيه؟ أعضاء يعني مشاركين، بيشاركوا باشتراك مثلا سنوي أو كل كذا سنة، ولهم عضوية. مثلا واحد بيشترك في نقابة معينة. يعني إيه اشتراك نقابة؟ يعني بيشارك في مسؤولية هذه النقابة. دي من الناحية الاجتماعية. لكن ليس الأمر بالعضوية الكنسية فقط. والعضوية الكنسية علشان المتابعة، كان صغير وكبر، راح إعدادي وراح ثانوي، بقى شاب، اتجوز، سافر، المتابعة. لكن كمان بالخدمة الكنسية. أنا لسه قايل لكم إن في كل قداس نقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. كلنا خدام. لا يوجد في الكنيسة، أو المفترض أنه لا يوجد في الكنيسة عضو عاطل أو خامل أو لا يعمل. ما يبقاش مرتبط بالكنيسة خالص. فتعبر عن ارتباطك بعضويتك وبخدمتك، بنسميه الارتباط الاجتماعي. عشان كده مثلا أحيانا نقول أنت من كنيسة إيه؟ تقول لي أنا من كنيسة العذراء في المكان الفلاني. ده مجرد عملية تنظيمية. أنت بتخدم في إيه؟ أنا بخدم في تانية إعدادي. أو أنت بتخدمي في اجتماع سيدات أو اجتماع شابات، أو لكي خدمات أخرى، خدمة مشغل، خدمة مطبخ، زي ما يكون. أنا فاكر مرة كنيسة من الكنائس الجميلة، كنت لما أروحها ألاقيها بتلمع. فأصرني لهذا الأمر، فسألت أبونا فبقول له عندكم كم عامل نظافة هنا؟ قال لي مفيش ولا واحد. قلت له امال الكنيسة بتلمع ليه كده؟ قال لي أصل عندنا فريق اسمه فريق المقشات. فريق المقشات. قلت له إيه فريق المقشات ده؟ قال لي كل اجتماع في الكنيسة لازم يختار 4 كل شهر اسمهم فريق المقشات. طبعا ده اسم يعني كده. ايه وظيفتهم؟ انهم يسلموا الكنيسة بعد كل خدمة او كل اجتماع في منتهى اللمعان والنقاوة. طريقة عضوية. ممكن تقول لي ان فريق المقشات ده لا بيقف يعلم ولا بيقف يخدم ولا فيه شمامسة ولا اي حاجة، لكن لهم الخدمة دي. وهكذا. هذا نسميها الارتباط الاجتماعي. إذن يا إخوتي، الارتباط بالكنيسة هو ارتباط فكري بالإنجيل وتعاليم الآباء، ثم ارتباط حياتي أو ليتورجي من خلال الأسرار وعلى رأسها المعمودية والإفخارستية، ثم ارتباط روحي بالتلمذة لأب الاعتراف وبالصلوات قانون الصلاة الذي يدفعك إلى التوبة، وأخيراً الارتباط الاجتماعي من خلال عضويتك الكنسية ومن خلال خدمتك الكنسية بأي صورة من الصور. هذه نسميها الارتباط والحياة في الكنيسة. وزي ما سمعتوني دلوقتي ده ارتباط وعمل إيجابي، في حركة، في ارتباط حي بالكنيسة، ما هوش بس مجرد حاجة نظرية. ولو عشت في ال4 دول هتلاقي حياتك عمالة تكبر شوية بشوية في معرفة المسيح. اسمع ويايا كده. هو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. توزيعات الخدمة زي أعضاء الجسد فيها تنوع، لأجل تكميل القديسين. من أجمل عبارات الكتاب المقدس هذه العبارة، من أجل تكميل القديسين. يعني الكنيسة ممثلة في الأب الأسقف والأب الكاهن والشماس والخادم والخادمة والرجال والنساء والشباب والشابات، كل واحد له دور. الخلاصة تكون تكميل القديسين. أرجوكم تنتبهوا، كأن كل من صار عضوا في الكنيسة صار في القديسين، صار من القديسين. ودي موجودة في كتابات بولس كتير، بولس الرسول. لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، عمالين ننمو إلى إنسان كامل. ودائما يقولون سقف المسيحية عالي. نعمل كنايسنا كده عالية، سقف المسيحية عالي، الكمال مشواره طويل، إلى قياس قامة ملء المسيح. هذا هو الارتباط بالكنيسة. ويبقى كده كلمتكم عن كرامة الكنيسة ومهابتها والارتباط بيها. وكل ما عشت في هذا الارتباط كل ما شعرت بهذه الكرامة وهذه المهابة. بالمناسبة دي عايز ألفت نظركم لحاجة مهمة خالص. إذا أراد ربنا وعشنا، والله يعطي العمر للجميع، سنحتفل سنة 2018 ب3 مناسبات مهمة. أول مناسبة مرور 50 سنة على افتتاح هذه الكاتدرائية، والمناسبة الثانية مرور 50 سنة على ظهور أمنا العذراء في الزيتون، والمناسبة الثالثة مرور 100 عام على إنشاء مدارس الأحد. من أيام القديس الأرشدياكون حبيب كركس. ولأن المناسبات دي بنعمة المسيح مناسبات غاية في الأهمية، فلازم نديلها وقت في التحضير. فقدامنا زمن الله يعطي الجميع العمر ونستعد، لكن أول حاجة هنبتدي بيها جوه الكنيسة هنا. فإحنا بنعمة المسيح هنعلن خلال أيام على مسابقة ما بين كل الفنانين الأقباط لرسم أيقونات هذه الكنيسة كلها، الشرقية، شرقية الكنيسة. طبعا شرقية الكنيسة حاجة كبيرة قوي، حوالي 600 متر مربع، الهيكل أو الهياكل، ثم صحن الكنيسة. هنعلن عن المسابقة دهيت، ونعلن عن تفاصيلها في مجلة الكرازة، وهنعلن الإيميل اللي ممكن تطلب التفاصيل عليه. أرجو أنكم تصلوا من أجل هذا الأمر، لأن الأمر ده كبير وهيتكلف كتير جدا. وابتدينا زي ما انتم شايفين كده في السقالات المعمولة دهيت عشان نبتدي ضغطات التكييف اللي موجود في الكنيسة تبتدي تتغطى بالعينة اللي احنا شايفينها قدامنا دهيت. صلوا من أجل هذا العمل، وصلوا من أجل أن الكنيسة تتزين بأيقونات قبطية بالطبع بجوار الأيقونات اللي فيها، ويتم الهيكل، لأن هيكل الكيزرائية هيكل ضخم يمكن لا يضارعه هيكل آخر في الكنيسة القبطية، ويحتاج عمل كبير مش من فنان واحد، هيحتاج عمل من فنانين كتير. أنا حبيت أقول دلوقتي علشان يبقى في فرصة للمعرفة، وبنعمة المسيح هننشر في عدد الكرازة، مش اللي جاي اللي بعديه، لأن اللي جاي خلاص هيطلع بكرة. هننشر تفاصيل هذه المسابقة لأيقنة الكنيسة في الهيكل وفي صحنها، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.